مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في الأولى حلقات برنامج مهارات. احنا هنتكلم عن المهارات، وهنتكلم عن تأسيس الأطفال والمهارات اللي هيكتسبوها، ومش الكبار، مش الصغار فقط، الكبار. يعني مهارات هتبقى للصغار والكبار، مهارات لكل الفئات، ابتدائي، حضانة، ابتدائي، إعدادي، ثانوي. حتى لو كنت اتخرجت برضه محتاج مهارات ومحتاج دورات تدريبية. عشان كده النهاردة مستضيفين الوجه الجميل الأستاذة سارة صلاح سالم، استشاري تربوي ومحاضر بالجامعة الأمريكية. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. شرفينا يا فندم. شرف لينا يا فندم. أولى حلقة البرنامج، ده شرف لي حضرتك موجودة معي النهاردة. ربنا يبارك فيك. نقول نبتدي منين الحكاية؟ نبتدي من الطفل. أكيد طبعا. مشاهدينا الكرام، أهم حاجة اللي هو مستقبلنا هو أطفالنا. لو ما أسسناش أطفالنا كويس، مش هنلاقي شباب، مش هنلاقي شيوخ. تمام ولا إيه؟ صح يا أستاذة؟ تمام. يبقى نبدأ بأطفالنا اللي هو يعني زي ما أقول إيه، قرة أعيننا. الطفل هو اللبنة الأولى في حياة البني آدمين. والطفل، أساس كلمة الطفل طفل شيء، يعني هي عبارة عن العجينة سبحان الله اللي بشكلها يعني زي ما أنا عايز. وده لو لاحظنا ان هو موافق حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما من امرئ يولد الا وابواه يمجسان او صح. معنى كده ان الصناعه صناعه وتشكيل من اخر. وفي مثال طبعا شهير، التعليم في الصغر كان نقش على حجر. صح. تمام. فالطفل ده لازم علشان خاطر احنا يعني يطلع بناء انساني في نضج ووعي، لابد من ان هو هيدخل عمليه بتقابله من خلال افراد في المجتمع، سواء الاب والام في البدايه، وبعد كده العائله، وبعد كده العمليه التعليميه والعمليه التربويه داخل العمليه التعليميه، ومنه الى الاتصال بالمجتمع ككل. تمام. طب حضرتك بقى ايه، نيجي بقى لايه بقى، لتاسيس الطفل. اي بيت لو ما تاسس كويس هيحصل ايه؟ هيحصل فيه الفساد اللبنه الاولى. لا، هي فساد هيقف ورصنا. صحيح، ده حقيقي على طول كده. تمام. فالاهتمام، والدول يعني جميع الدول المتقدمه اهتمت بالطفل، وعندنا في مصر الحمد لله رب العالمين في طبعا في وزاره التربيه والتعليم الحكومه رقم واحد، بالاضافه العوامل المساعده ليها ان هي الشركات والاكاديميات والحضانات زي شركه ايم مثلا. تمام كده. هي يعني عاوزك تكلمين عن شركه ايم من فترة، تمام، وإزاي ساعدت الدولة وساعدت الشعب في تأسيس الطفل. شركة إيم من الشركات الخدمية، وهي خدمة تعليمية تقوم بالخدمات التعليمية، وهي بتشتغل على اللبنة الأولى اللي هي الطفل، بحيث إن هي تتم توعية من خلال بقى إحنا هنلاقي الطفل بنلاقي حواليه جهات. جهات مين؟ عندك المعلم، ده رقم واحد لما بنستلمه في العملية التعليمية. تمام. عندنا غير المعلم، الجهة اللي بيخرج منها جهة ولي الأمر، عندنا بعد المناهج التعليمية، فكل القائمين على خدمة الطالب أو الطفل بتقوم الشركة بالتخديم عليه، بحيث إن هو توصل به إلى يعني أعلى جودة ممكنة. يعني حضرتك يعني أنا كنت متخيل إن حضرتك مهتمين بالطفل فقط وتأسيسه وخلاص، لأن حضرتك بتدي دورات كمان للمعلم ودورات لولي الأمر كمان، إزاي يأسس ابنه كمان وإزاي يساعد المعلم. هي الهدف الرئيسي ليها هي بناء شخصية الطفل. تمام. زي ما بنقول كده إيه، إن شاء الله يعني ربنا يرزقنا من المهد إلى اللحد. زي ما قال أساتذتنا كمان إن البناء الإنساني تلتينه، يعني زي حضرتك شايف الجبل هو تلتين الجبل موجود تحت الأرض، والتلت الظاهر بس هو التلت اللي ظاهر لينا. تمام. فإزاي بياخد ده زمن كبير في البناء بحيث إن إحنا نصل إلى ما يظهر لينا على السطح، وده هو اللي بيحصل مع الطفل من حيث التربية والتعليم في البداية، حتى يصل به إلى إن إحنا نستخدم معاه مهارات، حتى نصل به إن هو يستطيع أن يعبر عن تلك المهارات ويصل بها لسوق العمل، خاصة إن سوق العمل القادم بيعتمد على التكنولوجيا والتطور التكنولوجي اللي هو بقى الروبوت والحاجات دي كلها. فإذا لم يوجد إنسان بجودة أعلى من التطور التكنولوجي في المرحلة القادمة، يبقى أنا هنا هلاقي خسارة كبيرة في العنصر البشري، خاصة أنها تظهر عندي وظائف وتندثر وظائف تانية
تماما. فإذا ما كانش عندي وعي بالعملية التعليمية وإنتاج وهي بتقودني إلى إيه أو بتطلع مني منتج إيه وهيتم استخدامه في إيه، فكده يبقى أنا مش عارف أنا ماشي فين ولا بخطط إزاي. طب ممكن واحدة واحدة عليها كده بقى، عشان كده إيه إحنا دخلنا في موضوع جديد، إحنا عاوزين ناخد واحدة واحدة. الأول حضرتك اهتميتوا بالطفل، لأن نبدأ بالطفل الأول وهناخد برضه ولي الأمر والمعلم، يعني إحنا مش هنسيب حاجة النهارده إن شاء الله. خلينا نقول ببساطة، تمام، الطفل علشان خاطر إن هو بيتعلم في المنظومة التعليمية اغلب التركيز الحالي اللي احنا بنشوفه من وخاصه اللي بيدينا الفيدباك ده الامهات، لا انا عايز ابني يطلع الاول، لا انا عايز، انا زعلان جدا على نقصان الدرجه اللي هو ناقصها، طيب الاختبارات بتاعتي بتقيس اختبارات تحصيليه للحفظ دون الى حد ما الفهم، بدليل ان احنا بنلاقي بعد كده الطالب يجي يقول لك انا يا دوب انا حطيت الحاجه ونسيت بعد كده ايه اللي حصل في الامتحان، لان الهدف من عندهم هو تحصيل اكبر قدر ممكن علشان خاطر يضع في ورقة الإجابة ثم الانتهاء من الأمر. لكن إيم بجميع الخدمات بتاعتها اللي هي بتقدمها سواء من تدريب المدرسين على العملية التعليمية سواء وجها لوجه أو في الفترة القادمة نتيجة الظروف اللي حاصلة في كورونا من خلال المنصات التعليمية ومن خلال الأونلاين، فده تدريب المدربين المعلمين بيحتاج شق جامد علشان خاطر هو اللي بيتعامل مع العمليه التعليميه وجها لوجه مع الطالب. عندنا الجزء الثاني يبقى رقم واحد المعلم، طبعا يعني طبعا ده رقم واحد، يعني ما لاش طفل دلوقتي رقم واحد لمين؟ المعلم. بتدي له دورات، يعني الدورات دي مثلا هل هي دورات معلش يعني تعليميه بحته كده، يعني مثلا ايه ازاي اعلم الولد مثلا يعني الحروف، خلينا في اللغه العربيه دلوقتي عشان انا ايه اللي بتقنها، يعني مثلا ازاي مخارج الحروف مثلا او صوت الحرف او شكل الحرف، ولا فيها مهارات تانية حضرتك بتعلمها للمدرس؟ طيب خلينا نقطه التدريب ان شاء الله باذن الله يعني هيكون شق ده هيكون شق تاني ان شاء الله يعني حلقه يعني احنا النهارده يعتبر ايه حلقه تاسيسيه للحلقات الجايه ان شاء الله تعالى. تمام، لكن هو التدريب بيشمل كل جوانب المعلم، المعلم هو بشر مثله زي الطفل، فلازم اراعي فيه الجوانب النفسيه لكي يتفهم نفسه ويتفهم من امامه. تمام. ده رقم اللي عندنا الجانب التعليمي الخاص بالمعلم، مدى جوده المعلم في نقل العمليه التعليميه الى الطالب. تمام كده، فالمدرب بنشمله من حاجات كتيره جدا، الجزء العقلي الخاص بالمعلم اللي هو غير الاكاديمي، لا جزء عقلي اللي هو ازاي احلل، ازاي اخطط، ازاي اكون عارف انا بنتقل من ايه لايه والهدف وهوصل بالنتيجه ايه هاخدها من الطالب. تمام، بالنسبه للكلمه المهارات، يعني انا سمعت مهارات المهارات المهارات المهارات، البرنامج نفسه اسمه مهارات، هو في فرق معلش يعني في فرق مثلا بين المعرفه والمهاره؟ في فرق كبير. المعرفة ما هي إلا تحصيل تراكمي للمعرفة النظرية، يعني يعني بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا عمال بجيب معلومات منين؟ زي ما المشاهد بيتفرج بالظبط، بيتفرج علينا دلوقتي فحصل على معلومات معينة السوشيال ميديا والمعلومات اللي فيها اتفرج عليها وخلاص وخد برضو ايه معلومات، كل الكلام ده وصل الى معرفة فقط معلومات. طيب المعلومات دي علشان خاطر تفعل لابد ان تنتقل الى ما يسمى المهارة اللي هو التكنيك، زي ما نقول ايه كده، يعني مثلا زي المهندس مهما قعدنا نشرح له في مواصفات القياس بتاعت العمارة وقعد يدرسها في الكتب لا يمكن ان يقوم ببناء هندسي صحيح الا اذا دي نزلت ايه تمام كده في الشوف في التنفيذ تمام والتصميم. تمام. طيب عندي نفس الطبيب نفس الفكرة والطفل عندي نفس الفكرة، طيب نيجي نقول علشان خاطر ده حتى على الجانب الإيماني، الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. فهي التنفيذ والناحية الفنية هي ما تثبت المعرفة اللي وصلت لي إلى أن أصل بها إلى الجدارة، وهقول الجدارة إيه بعد كده. تمام. طيب المهارة بقى، عندنا المهارات بتنقسم إلى ثلاث أنواع، عندي في أول حاجة في المهارة الأكاديمية. تمام. اللي زي ما حضرتك تفضلت وذكرت جزء مثلا عندي اللغة العربية، عندي اللغة الإنجليزية، عندي الماث، مهم جدا أني أكون عندي وعي وأنا سواء كمعلم أو كطالب، لأن الطالب لازم يشترك مع المعلم في تنفيذ العملية التعليمية، وإلا هيكون عندي عارف حضرتك زي ما أقول إيه مجرد بس ببحث عن المعرفة، ده إذا وصلنا للمرحلة دي. فلا إحنا عايزين نصل بالطفل إن هو يحب المعرفة. تمام. وبعد ما يحب المعرفة أصلا ينتقي ما يريد ويترك ما لا يريد، فهي مرحلة متقدمة. يعني مش صعبة شوية؟
ولا على حضراتكم انتوا عملتوا دورات كتير والحمد لله رب العالمين؟ لا يعني هدي مثال بسيط. يعني مثلا احنا عندنا لو قلنا مثلا ازاي بنحول اللغه العربيه عشان خاطر مثلا نعرف الحروف دي بتتكتب ازاي. هنا عندي مثلا ايديا فيها عضلات دقيقه، العضلات الدقيقه دي بيجب تنميتها. طيب قبل ما اوصل لمرحله الكتابه واكتب وما تكتبش بالظبط، انا كده خدمت عشان الواحد عشان يعرف يمسك القلم اصلا. احنا من مرنه ازاي يمسك القلم، بس لابد يقوي عضلات بالظبط. خدمت الناحيه النفسيه، وخدمت الناحيه حواس الطفل من اللمس والشم والبصر والسمع والتفاعل مع اللي حواليه. فكده قدرت ان انا اصل بالمهاره، بدل ما انا اقول له او باء، لا ده انا وصلت بيك لمرحله ان انت تشوفها بعينك. كان في يعني عملوا بحث ظريف جدا، ان كانوا بيخلوا الاطفال موجودين ويعلموهم، يقولوا لهم طريقه مجموعه، خلوها يقولوا لها طريقه صناعه عصير البرتقال، والمجموعه الثانيه يقولوا لها يوروها بالتجربه كيفيه عمل عصير البرتقال. التجربه اللي حصل اللي شافت البرتقال بيتعمل ازاي ادت نتائج هايله. ليه؟ طبعا. لان هي نقلت المعلومه في، لا وفي اكتر من حاسه شغاله بالظبط، يعني حاسه البصر، حاسه الكلام، كام الحواس كلها اشتغلت. وفكره ان هو ينساها فكره تكون صعبه اساسا يعني. فالجزء الاكاديمي بيتناول حاجات كتير، بيتناول التحليل، تحليل اللي قدامي ده ايه، اجيب عناصره الاوليه، بيتناول الربط، بيتناول الترخيص، بيتناول يعني عمليه التخطيط، النقد البناء، بحيث ان انا اصل للعمليات العقل العليا للعقل بعد يعني كده حتى بقى في كمان المرحله طريقه النقد الثانويه. للطفل المعلم يبقى فيها طريقه معينه عندكم، يعني لابد تعلموا المعلم ازاي ينتقد الطفل. بالظبط، والا انا لو ما علمتوش. بس اللي انا اقصده في النقد في العمليه المعرفيه، النقد لو وصله صحيح المعلم بطريقه صحيحه، ساعتها الطفل هيتعلم كيف ينقد لو موجود قدامه نص النقد البناء، ويفهم ايه الفرق بينه وما بين النقد الهدام. ماده زي الماث، الماثيماتيك ده يعني دايما الناس بتتناولها على انها حل مسائل، وان لو انا قدرت اخلص اكبر قدر ممكن فان ده هيسهل لي العمليه التعليميه. والماث في حقيقه الامر اللي هو ماده الرياضيات هي ماده التفكير، يعني هي تخاطب المنطق في المخ. فانا اذا ما تناولتش ان انا مع الطفل مثلا يعني مثال بسيط جدا زي ما بيقول في حاجه اسمها الفراكشن اللي هي الكسور. انا لابد اخد دورات في الماث عندكم. بعدين تنورنا. يعني الفراكشن ماده اللي هي الكسور العشريه، في طفل مهما تقول له 1 على 3 استحاله يستوعبها، لانه لا يستطيع استيعاب المعاني المجرده. 1 على 3 ده. لكن لو جبت له قطعه بيتزا وقسمت الى 3 اقسام واخدت له سلايد واحد، استحاله ينسى ان ده جزء على 3 اجزاء. بسم الله ما شاء الله. يعني لا يعني في مهارات كتير وحاجات كتير. الجزء الاكاديمي، الجزء الثاني من المهارات الجزء النمائي. والجزء النمائي ده اللي بيتعامل مع العمليات النمائيه للمخ، بيتعامل مع فكره مع الانتباه، مع التذكر، مع الفهم والادراك. الجزء ده الحمد لله يعني احنا عندنا في الاكاديميه بتتناوله بشكل جميل جدا. في اختبارات يعني احنا بيجي لنا بقى ايه، يعني بما ان كل بني ادم فينا لديه قدره، والقدره دي اللي هو ما حباه الله سبحانه وتعالى بقى من مواهب اداله من قدرات، الحاجات دي بنبدا نختبرها اختبار قبلي اللي هو الاي كيو او ستانفورد بيني الصوره 5، وبنطلع منه الاختبار الذكاء ده، بنطلع ايه هي نقاط القوه بتاعه الطفل، بنطلع منه ايه نقاط الضعف بتاعته، بنطلع منها ايه المواهب بتاعته، ومنها نصل يبقى عندنا كده بدايه سليمه نعرف هل هو عنده صعوبات تعلم. يعني لو حضرتك تلاحظ احيانا بنلاقي ايه في طفل مثلا يعني بيتلعثم في القراءة، وتبقى عايز تقول ان هو مشكلة، لا ممكن هو يكون بيشوف الحروف بشكل مختلف بالظبط. فانا ده بقيس من فعلا ينطق حرف غير حرف خالص ومصر على ويعكس كده. والمراية ومصر على كده. لا ولما يجي يكتب كمان يكتب مثلا الضاد مثلا يكتب العكس
او الحاجه بتبقى بعكس. مع ان لو المعلم، عشان كده احنا بيتم تدريب المعلمين، لان لو المعلم ما عندوش وعي بالعمليه التعليميه وايه اللي بيحصل فيها والمراحل النفسيه لدى الاطفال هتبقى فيها مشكله. يعني زي ما حضرتك ذكرت، تفضلت مشكورا وقلت ان الضغط اتكتبت بعكس لنظريه علميه اللي هي اسمها المرايه، عكس المرايه. فدي بتحصل للاطفال من سن كذا لكذا، ده ضروري. يعني هي حاجه مش هو اخطا فحصل له كذا. بص تلاقي بقى المعلم بقى ينهر الطفل. بالظبط. بيعمل كده وبيعمل مصر على كده. وهو لا يحتاج النهر. يعني في احد المرات من الحاجات الظريفه، اما احيانا الطفل بيكون عنده حقوق، يعني واعي بحقوقه، ففي معلم من المعلمين كان بينهره، يعني انت ازاي بتكتب بالخط ده؟ وكان الطفل حوالي تقريبا في الصف الثالث الابتدائي، فالطفل رد بمنتهى البديهيه، يعني لو كنت حضرتك علمتني ازاي اتعلمه انا كنت كتبته. فدي الفطره، يعني المسؤوليه تقع على حضرتك لا تقع عليا، بمنتهى الادب. فانا رقم واحد المعلم. بالظبط. كم من المعلمين بيقابلونا بتفاجئ حضرتك ان 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 بيلوم على الطالب او على ولي امر سبب معين او خطا معين. فده يعني بالنسبه للنمائي بقى، زي ما قلت حضرتك بنلاقي صعوبات، لو عندنا صعوبات تعلم غير صعوبات تعلم، عشان برضو ما نسيبش حته الصعوبات تعلم ديت. لا انا غير البطء برضو اللي حته الحروف، يعني برضو يعني لو مثلا بينطق حرف غير حرف. بالظبط. السين الساء مثلا، الضاد مثلا دال، ودي برضو كده يعني. اما بتظهر مشاكل عندنا بالشكل ده برضو الحمد لله، برضو نفس الحكايه، برضو في دورات فيها برضو بنكفر. لا ده غير الدورات كمان، الحمد لله احنا عندنا بفضل الله خبراء للجزء الخاص بتعديل السلوك والتخاطب، يعني الجزء اللي يعني حضرتك ذكرته ده موجود يعني. بفضل الله سبحانه، يعني هي عباره عن منظومه متكامله بحيث ان ولي الامر ما يلجاش، ما يبقاش تايه هو المفروض يعمل ايه. احنا كمان بنصل بيه لدورات للامهات وللاباء عن التربيه وكيفيه ازاي تكفر على العمليه التعليميه. ما هو انا لو انا فضلت ان انا اعمل وبعدين رجعته البيت، ما هو الاب والام هو المؤسسه الاولى. تمام. وانا المؤسسه الثانيه، فاذا لم تستقيم المؤسسه الاولى مهما قعدت انا في المؤسسه الثانيه اعمل، فهيبقى هناك خلل موجود. تمام. اذا كان هم عندهم التربيه اكتر من التعليم، فاحنا عندنا في بالنسبه للقسم التعليمي التعليم هو اكتر من التربيه. طيب الاختبارات دي بتاخدنا بعد كده لعمل ملف يكون خاص بكل طفل، اللي هو بيمسك بقى من نشأته اذا كان هناك في امراض مصاحبه، اذا كان هناك ايه الحاجات اللي بعد كده تسمح لينا ان احنا نتقدم فيها بعد شويه، محتاج تطوير في الجزء الفلاني، ومن العمر العقلي بتاعه ايه والعمر الزمني بتاعه ايه، لان العمر العقلي العمر العقلي ده اللي هو مدى النضوج بتاعه، ما بنقيسه على الاختبارات، اللي هو ممكن واحد يستوعب بسن 12 سنه وهو طفل 9 سنين. طب معلش مش عاوز اسيب الحته دي بقى، اتفضل عيني. يعني عشان عندي الحاله دي 9 سنين مثلا وهو عنده مهارات او مثلا عقله اكبر من كده، يعني ازاي يعني اتعامل معاه ازاي؟ يعني مثلا اتعامل معاه خليه في سنته بس وخلاص وادي له الحاجات بتاعته، ولا ادي له حاجات اكبر من كده، ولا اعمل معاه ايه؟ حسب الطاقه الاستيعابيه بتاعته، بينظم ليه على حسب طاقته. لا هو طاقته بسم الله ما شاء الله ما شاء الله. رغم ان احنا كل ده، يعني اللي يفرق المنظومه اللي احنا بنتكلم عليها دي اللي هي فيها انتجريشن وترابط ما بين الاجزاء المختلفه، عن فكره ان انا عندي، كان في صوره كده احيانا بتنشر على السوشيال ميديا ان هي كان المخ قوالب بيتم الصب فيها. الفرق ان النظام اللي احنا بنتكلم فيه ده نظام يراعي الفروق الفرديه، والفروق الفرديه دي اللي هو منها زي ما حضرتك تفضلت مشكورا الجزء الخاص بان في طفل ممكن يكون عنده نضج اعلى من التاني. تمام. فبالتالي لا كولي امر بقى، انا عاوز اتعامل كولي امر، اعمل مع ايه؟ او ولي امر يعمل مع ايه مثلا؟ ولي الامر عادي خالص على حسب النضج بتاعه في اي مجال. ما هو جايز النضج بتاعه نضج منطقي، يبقى اللي هو الخاص بقسم الرياضيات، يبقى ده ممكن يحرق معايا مراحل اكتر، فاعرف ان انا اشتغل عليه ان هو يبقى ايه، لا يبقى باشمهندس، يعرف ان هو يشوف نماذج يصمم الديزاين، يعني اطلع منه كده. طب لو لغوي، لا انسان ده يعرف يعبر عن نفسه، عنده قدره عاليه على استخدام المفردات اللغويه. احيانا بنشوف اطفال بنقول عليهم رغايين، هما مش رغايين، هو عنده الطاقه اللغويه اعلى مننا، فطاقته اللغويه دي يجب استثمارها بقى ايه، يعمل كانه بيقدم برنامج وياه. تمام. الكلام ده يعني معلش انا يعني عملته كل اللي، بس في حاجه ناقصه لسه. ده مثلا قوي جدا في اللغه العربيه. تمام. يحب يقعد في اللغه، يعني مثلا لو مثلا يعني لو براجع مثلا لبنتي مثلا في الاعدادي العربيه، مصري ماسك كراسه وقاعد، يجي انجليش، لا انا مش اصلا تعبان، اصل الشنطه مش عارف مالها، اصل كذا، اصل فصل، ده الحل ايه؟
خلينا نقول الأول إن الولد أو البنت بيشوف نفسه في عين باباه ومامته بحسب التقييم المقدم ليه، لغاية ما أنا أديله تقييم هو نفسه اللي احنا عايزين نوصل بيه، إن الريموت لو كان الريموت فالريموت في إيد الإيه؟ الطفل، ينتقي ما يشاء ويترك ما يشاء في حدود الإيه طبعا الضروري بناخده. طيب الريموت ده أنا أسأله إزاي كولي أمر أعمل كده؟ اللي هو متفوق فيه أحاول أكبر بدايل متاحه زي ما كنا لسه بنذكر فيها، سواء حضرتك قلت ان هو قاعده اشتغل عليها. طيب اللي هو عنده قصور فيه، القصور اللي هو فيه ده هو مش قصور، هو واصل للدرجه دي من امكانياته في الماده الفلانيه. تمام، زي حضرتك ذكرتي من شويه برضو المعلم رقم اساسي الطفل، لما رد على المعلم انت لو علمتني صح، يبقى المعلم في معلش في اللغه الانجليزيه احنا في انا اعترف في التاسيس قصور حقيقي. لا لا يعني معلش الساده المعلمين على عيني وراسي، بس في قصور. انا عايز اشوف يا جماعه، انا عايز اشوف كده واحد بيأسس كده صح، يأسس صح في اللغه الانجليزيه. انا عايز يعني احنا مش هنقدر نبني على المعلم، لان المعلم لا اللي انا اقصده ان هو انا لو معلش بعد اذنك انت طفلك، انا طفلك قدامي دلوقتي وبعلمه دلوقتي حالا لغه عربيه، خلينا في اللغه العربيه دلوقتي، هعرفه ازاي يرسم الحرف، ازاي ينطق الحرف تمام كده، وازاي يخرج ازاي الحرف كمان يعني مخرج الحرف ازاي، مهارات اي تمام لغه كده. اربع طيب مهارات. انا عايز نفس الاسلوب نفس الطريقه في اللغه الانجليزيه. تمام، اي لغه في العالم ليها اربع مهارات تقاس بيها، مهاره القراءه والاستماع والكتابه والايه والقراءه. تمام تمام كده، القراءه وايه، صح كده، قراءه وكتابه واسمع واستماع وتحدث. وتحدث، فالمفروض ان انا عندي الاربع مهارات دول يتم قياسهم، وده من ضمن الحاجات اللي بتقدمها شركه ايم للخدمات التعليميه. انا بقيس وانا ماشي انا واصل فين في دول. تمام، فالمعلم اذا لم يتم تدريبه، يعني عشان ما الله، نلقيش بس، عشان هي دي النقطه مهمه، النقطه دي اصلا النقطه دي ماشي، اذا لم يتم تدريبه تدريبه جيدا جيدا هو هيعطي منين؟ وناهيك عن بقيه التقديرات الخاصه بالمعلم يعني، لكن اهم حاجه ان انا يتم تدريبه. مش عيب والله الواحد لا لو لا لا. يعني مش عيب التدريب خالص، حتى يا جماعه لو حتى عندك 50 60 يعني سنه احنا مره عايزين وتدرب مش مشكله. نوصل يعني زي ما اساتذتنا قالوا لنا لمفهوم العامل العالم، اللي هو من كل واحد فينا من كتر ما هو متفنن في الجزء اللي خاص اللي شغال فيه قادر ان هو ينتج فيه. وحضراتكم في شركه ايم يعني ركزتوا على موضوع المعلم وازاي تدربوه كويس. بالظبط. تمام، واللغه الانجليزيه معاكم عامله ايه بقى؟ لا جميله، في دورات كتير خاصه بالاكاديميه بالنسبه للغه الانجليزيه، وزي ما قلت لحضرتك بيتم قياسها من خلال الاربع مهارات اللي انا قلتها لحضرتك من شويه. عندنا بقى الجزء الجميل جدا اللي بيتبع المهارات النمائيه، هي المهارات السلوكيه والشخصيه اللي هي النفسيه بقى. وده اللي هو فعلا اللي هو منسي خالص في العمليه، حقيقه في العمليه التعليميه، وده من اجمل بقى ما يعني ما اجده في المكان، ان هو بيتم التقديم عليه من خلال المناهج. يعني المنهج بيشمل مثلا بناء الثقه، تقدير الذات، بيشمل المبادره، ازاي يكون عندك صبر، لدرجه مثلا وبامثله بسيطه اي جدا. منهج؟ المنهج الخاص بحضرتك؟ المناهج اللي هي بتعد كتعليم مرن بالنسبه للاطفال، فهي بتعالج وبتغطي الجوانب دي بحيث ان الطفل وهو بيتعلم مش مجرد انا مش مجرد بتعلم مثلا ساينس وانا مش عارف ده يعني اديني ايه التفاعل، فكره ان انا اقف قدام مادتين بيتفاعلوا مع بعض ويطلعوا تفاعل معين ممكن عند بعض الاطفال يسبب لهم خوف. طب انا ازاي اعالج الخوف ده مع الجزء ده؟ طب ازاي ان انا اعرف من خلال زي برضو تنمية المهارات الفنية وتنمية المهارات الرياضية، لان احنا بنتناول الجزئين دول برضو سواء كان الرسم او الجزء التاني الخاص بالاكاديمية الرياضية، فازاي اعرف مثلا من سلوك طفل خلال اللعبة الرياضية انه لا يقبل الهزيمة، لا يقبل الهزيمة، وده بيبان عندنا من الطفل، وده هو فكرة الخسارة عنده ممنوعة، والخساره جزء من 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 اجزاء الحياه. تمام، فاذا ما تمش تدريبه، وده كان يعني طفل يعني في فعلا طفل شفناه بالشكل ده، اذا ما تمش تدريب الطفل انه يقبل الخساره هتبقى فيه مشكله. مثلا الفرق ما بين الحب والفهم، في مرحله من المراحل الاولى الطفل ما بيفهمش يعني ايه، يعني ما يعرفش يفصل ما بين الحب والفهم، ممكن يقول للام لا انت ما بتحبنيش، اي حاجه ما تديهالوش
لا انت خلاص ما, انت آه ما تحبنيش. انت بتحق هو لصقها بالحب شويه شويه تدريجيا بيفهموا ان الفهم حاجه والحب حاجه تانية. ان انا مش معنى ان انا في علاقه حب بيني وبينك ان انا هفهمك، لا مش شرط. وده اللي بيعمل بعد كده يعني المشاكل او الدروبات قدام. بيبان من المهارات الشخصيه دي وبنائها لصناعه انسان بتصب كلها في المهارات الاجتماعيه وعلاقتي. احيانا في بعض المشاكل لو ما تمش علاجها من الصغر بنفاجئ بعد كده ان احنا بتبقى بقى نقابلها بقى في الزواج قدام. واحد انطوائي، لو انا ما لحقتش الانطوائي ده بسرعه، لو انا ما لحقتش الثرثار اللي انا بالنسبه لي ما استخدمتش الطاقه اللغويه بتاعته استخدام صحيح وعلمته كيفيه الفصل ما بين الوقت اللي يقدر ان هو يتكلم فيه والوقت اللي هو يقدر ان هو يقف فيه. ومنها طبعا الاداب الدينيه والقيم بتاعتنا والمبادئ. حضرتك يعني كل ده يعني مش مثلا مش تدريب فقط، مش مهارات فقط، لا كمان يعني كمان العامل النفسي يعني حاجة أساسية عندكم برضو لابد من تمرنوا المعلم والطفل ولي أمر كمان على الموضوع ده. بالظبط. هو العامل النفسي هو العامل، انا يعني من وجهة نظري المتواضعة ان العامل النفسي هو الذي يحمل الانسان. يعني لو انا ما عنديش النفسية التي تحملني انا مش هعرف امشي، لان ما هو الجسد ما هو الا بناء يحمل هذه الروح والنفسية اللي هي بتدفع للامان. فلو انا ما عنديش المكونات دي او ما تمش تعليمي اياها او تنميتها وتطورها مش هعرف اشيل قدام. طب بالنسبة للمهارات يعني ما وخاصة بقى الأطفال، حتى ذكرت حتة الحب والكره، أنا بقى إزاي أحبب الطفل اللي هو لسه في كيجي لسه في حضانة كده في العملية الدراسية، ولا بقى بتيجي إزاي عشان برضه إيه ما هنا ننسيش بقى، برضه موضوع الطفل يعني. هنا سؤال حضرتك جميل جدا. هنا هيبقى أول حاجة محتاج إن أنا أكون على علم بها سواء كولي أمر أو سواء كمعلم، هي المراحل السنية وسمات المراحل السنية. يعني أنا عندي دلوقتي كائن، ده الكائن ده يعني بيشتغل مثلا إزاي؟ من 3 لـ5 سنين على ده فكرة احنا مرحلة من مثلا. البداية، احنا من ايوه البداية احنا عندنا الطفل بإيه كام؟ الروضة. طبعا طفل الروضة ده ماشي ليه شغله كام لوحده سنة عندك اللي حضرتك؟ هو من 6 شهور كده، واحنا طالعين. ده ليه تكنيك معين في التعامل ده. كمان بيتعاملوا مع 6 شهور طبعا والحاجات دي. يعني مثلا يعني خالص مثلا ممنوع في عندك في جزء مثلا الضرب فيه، لا خالص ممنوع. يعني ازاي واحنا ده بنشوف بعتبره نوع من انواع الخلل النفسي. ازاي اضرب حد طفل 3 4 5 سنين؟ يعني ده لو يعني لو اذن ربنا سبحانه وتعالى كده ان البشريه كلها خلصت، ده داخل الجنه حضرتك هتقف تعمل ايه؟ يعني ايه اللي هتعرف تقوله في الوقت ده؟ فهي الفكره ان انا، لا انا بربي معناها ان انا بعدل سلوك. وتعديل السلوك يعني هذكر لحضرتك حكايه ظريفه كده. تفضل. الامام علي كرم الله وجهه كان عنده خادم، فالخادم ده كان يعني كان قاعد في وسط ضيوف، فالناس بتقول له فهو بينادي على الخادم علشان خاطر يجي، فالخادم ما جاش. فيا غلام ما جاش، راح رايح لقاه نايم على ظهره وحاطط رجل على رجل ومستلقي. وبعدين بيقول له ايه؟ بيقول له الم تسمعني؟ قال لا لا من اول مره. قال يعني بص حضرتك هو وصله ايه الفكره، ده استفزاز. قال فلما لم تجبني؟ قال علمت انك حليم فامنتك. لا إله إلا يعني الله. هو عارف الصفات اللي فيه. فرجع سيدنا علي كرم الله وجهه في وسط الناس فبيسألوه يعني ايه اللي حصل، فحكى لهم. فقالوا يا إمام لما لا تسرح يعني ماشي؟ قال لا إنما أتعلم عليه الصبر. يا الله. فلو كل أب يعني برضه وأم بنتعلم اهو يعني برضه القيم الدينيه والقيم الاخلاقيه بنتعلمها شوف من اسلافنا، طبعا صح ولا لا؟ طبعا الحته دي منسيه جدا في العمليه التعليميه للاسف الشديد. نيجي بقى ايه بقى لقياس، يعني حضرتك مثلا دلوقتي خلاص عملنا مهارات للمين؟ المعلم، مهارات للطفل، مهارات لولي الامر والمنهج. والمنهج، تمام تمام كده؟ عايز بقى واحده في الاربعه دول بقى عشان واحده واحده كده، عايز نقيس المنتج بتاعي، المهارات اللي انا قدمتها للطالب، والمهارات اللي قدمتها لمين؟ للولي الامر، والمهارات اللي قدمتها لمين؟ للطفل، وبرضه المنهج نفسه، عاوزين نقيس ده كله بقى، يعني هقيس ده ازاي؟ انا ايوه بشكر حضرتك على السؤال ده. يعني السؤال ده معناه ان احنا عندنا وعي ان احنا عايزين نقيس ايوه اصل احنا مش المقرأ. ما ايوه بالظبط مش هن يعني مش هنعلمه شكرا السلام عليكم، بالظبط لا ده احنا لابد نقيس ازاي ممكن المقياس بتاعنا فيه خلل، صح ولا صحيح. فيه ضعف، لا لو نقوي على حسب نوع المهارة بتاعتي كل يقدر بقدره. بمعنى ايه؟ طيب انا لو عندي مهارة اللي هي الأكاديمية والتعليمية، احنا بنقيسها ازاي في المدارس بتاعتنا العادية؟ عن طريق الايه؟ التحصيل. جزء تمام. بيقيس الفهم، وجزء بيقيس التذكر، جزء تاني بيقيس الذكاء. فدي ده علشان خاطر معلومات نظرية فهتنزل. طيب نيجي بقى للجزء المهاري.
اقيسه ازاي؟ ده من الحاجات الملحوظه جدا جدا جدا. طفل ما كانش عنده صبر، لقيته اكثر صبرا. حضرتك عايزه اوصل ان انا ما كنت لم اكن املك، لان المهاره فعل، تمام. فانا ما كنتش املك ده فاصبحت املكه. زي ما قلت لحضرتك في عصير البرتقال، انا ما كنتش بعرف اعمل برتقال، فانا عرفت دلوقتي ان انا بعمل عصير برتقال. انا ما كنتش عارف ان مثلا تجربه ظريفه جدا ان جابوا اطفال وقاعدين على مارشميلو وكل او ايس كريم، وكل واحد قاعد مستني، في طفل مش قادر بيرفع ويروح واكل على طول، وفي طفل تاني لا بينتظر ويكافئ بالضعف. فالمهاره بنجيبها عن طريق الملاحظه. طيب تمام. عندنا ايه تاني؟ عندنا في طبعا بقى بنوصل بعد كده، يعني بعد ما بنوصل من المعرفه والمهاره بنصل بقى الى ايه؟ الابداع، اللي هو ده بقى المرحلة الكبرى بالظبط بقى. بالظبط، ايجاد ما اللي هو ايه، اللي هو يعني التفكير حضرتك مش العربي، اللي حاجه يعني مش حضرتك موجوده. مش فقط مهارات، ومش فقط تدريب، ومش فقط كمان قياس مهارات او قياس درجات، لا، ده احنا عاوزين توصلوه للابداع. ده بمناسبه اكيد بمناسبه الدرجات وذكر حضرتك، يعني تقييم الدرجات، فكره ان انا اقيم اطفال على درجات والدرجات دي وهم في فروق فرديه، وجايز يكون الامتحان بيقيس الحفظ، في اطفال عندها قدره على الحفظ وفي اطفال تانية ما عندهاش. طب ولي الامر مخرجه في الجزء ده ايه؟ يقاس الطفل بنفسه في زمن اخر. تمام. بمعنى انا جبت المره دي، لو انا عندي طفلين، واحد جايب 15 من 20 والتاني جايب 17 من 20، طيب الطفل اللي جايب 15 من 20 فجأة اجتهد وصل ل 19 من 20، والطفل التاني اللي جايب الرقم التاني وصل اللي هو 18 وصل ل 19، ايهم حقق انجاز اكبر؟ الحق الاولاني اللي طبعا هو حقق، طبعا اللي انتقل حوالي 3 او 4 4 درجات درجات، لانه بذل مجهود، فانتقل من نقطه اما انتقل التاني من نقطه صح بالظبط. تمام كده. في فانا موضوع الفروق الفرديه، معلش هقاطعك فيها من شويه عينيا عشان بس ايه، يعني برضه الساده المشاهدين اكيد متابعين، وعلى فكره يعني قطاع كبير جدا من الشعب وخاصه اليومين دول كان مستني اي حاجه في التاسيس، اي حاجه، اي همسه كده. فموضوع المهارات الفرديه وخاصه ما ده للمعلمين، حضرتك هتوجهيها للمعلمين، المعلم يعمل ايه في الفروق الفرديه مثلا في فصل مثلا او في كلاس او في مجموعه، اي حاجه يعني كانت اونلاين او كانت عاديه، يعمل ايه بقى في الفروق الفرديه بين الطالب؟ هل ينقل الطالب اللي هو ضعيف شويه في مجموعه في مستواه، ولا يعمل ايه بالظبط؟ بالنسبه للفروق الفرديه، اولا احنا بنشتغل على الاساس اللي هو الحد الادنى اللي يصل للجميع، تمام، علشان خاطر هو المعلم محكوم برضو بعمليه تعليميه في وقت زمني معين بمنهج معين، فان كده هياخد مش على مستوى، يعني زي ما احنا بنقولها كده، على مستوى الطالب المتوسط، بحيث ان انا اصل للمعلم، تصل للكل. طيب لقيت زي ما حضرتك قلت وتفضلت ان في ضعاف، بعمل ايه؟ برجع باخد دول وبعدين بننقلهم لمستوى تاني، بحيث ان احنا وتقرير هو كان في لا مستوى ايه حضراتكم مثلا ووصل ما في فين. حضانات تبعكم، تمام تمام كده، بتعملوا فيها ايه بالظبط عشان برضو ابقى عارف بتعملوا ايه، يعني عشان برضو الجمهور يعرف بتنقله ازاي، او بيخلي مثلا المستوى الواحد كل مثلا كلاس مثلا مستوى معين. طيب لاحظ حضرتك ان احنا قلنا ان احنا عندنا مجموعه من الاختبارات، سواء كانت اختبارات الذكاء يعني قبل الدخول بالظبط، خالص. ده احنا عندنا اختبارات، المفروض في اختبارات قبليه وفي اختبارات اثناء وفي اختبارات بعديه، تمام 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 كده. فهنا انا اثناء العمليه التعليميه كلها انا طول ما انا ماشي انا بقيس، فالقياس في حد ذاته بيديني لا حاجة مؤشر مهمة جدا. بالظبط، طبعا بيديني مؤشر، معظمنا ما بيعملش قياس خالص نهائي. وفي والقياس كمان لما بيتم احيانا، يعني المفروض يكون في وعي. بمعنى ايه؟ يعني انا لما بقيس القياس القبلي انا مش متصور يعني ان هو هيجيب لي 10 من 10، لا تمام ده هو تمام. بالظبط، يعني هو هو مجرد تقييم عشان يبقى كل مثلا بالظبط عشان ابني عليه واشوف النقطه، انا انتقلت من نقطه الف لنقطه ب، وهازاي منها انتقل لنقطه ج اللي هو رفع المستوى زي ما حضرتك ذكرت. تمام. في شركة ايه بتقدم ايه تاني خدمات؟ طيب احنا قلنا الجزء اول حاجه، طب احنا نسينا يعني في حاجة مهمة جدا حضرتك، اتفضل. يعني موضوع أكاديمية أشجار التعلم هي هي نفس بالظبط، احنا بس عندنا، هو اللي هو مسمى، لا هو للشركه كلها اشجار التعلم، واحنا عندنا منها اللي هي بتقوم بفكره تنميه المهارات على المستويات اللي انا ذكرتها لحضرتك يعني ده كل اللي احنا كلها قلنا ده تحت كأكاديمية أشجار بالظبط التعلم. بالظبط.
فموجود منها فرع في التجمع الخامس، وموجود منها عندنا في اكتوبر الحي الاول، سواء كان الجزء الخاص بالحضانه او كان سواء الجزء الخاص بتنميه المهارات البدنيه، وده هنا يعني كمان متخصصين يعني طبعا في بدنيه، في تنمية مهارات بدنية، العاب مش رياضيه، فقط وزي ما ذكرت مش فقط لحضرتك تعليمية. بالظبط، وفنيه وفنيه، ان انا ممكن زي ما ذكرنا في جزئيه المهارات الشخصيه والنفسيه، انا ازاي ممكن من الحاجات من ملاحظتي ليه في البدني وملاحظتي ليه في ممكن في يكون الرسم مثلا في الرسم ده، لو لون مثلا لون احمر كامل، لا انا لون احمر كامل ليه انت ضاغط، ليه واخد اللون ده بالذات، ليه في، لا انا كده ممكن استشف ان في شكل ممكن يكون عدائي، لا اللون مثلا الاخضر ان هو شكل الرسمه نفسها، في اختبارات بتحلل الرسم نفسه، فبتورينا الطفل ده الحاله النفسيه الخاصه بيه واخده فين. تمام. يعني استاذه ساره، حضرتك يعني فقط حضانات يعني مثلا المهارات دي والتدريبات والموضوع الاكاديميه ده، التدريبات والحاجات التدريبيه للطفل وللمعلم ولولي امر، فيه للسنوات المراحل الاخرى ولا الكبيرة الكبيره يعني؟ احنا بادئين يعني بداية، يعني ان شاء الله بإذن يعني الله هي في بدات من الخطة، الاول، هذا الصح من التاسيس يعني. من التأسيس وانتقالا بقى بنطلع بالولاد مرحلة مرحلة، بحيث لان الوعي ده اصلا احنا بنبذل فيه مجهود كبير بحيث ان احنا نعرف نصل يعني للنتائج، لحد 6 ابتدائي يعني، يعني يعني من ممكن ان شاء الله بإذن الله في المرحلة القادمة، يعني احنا من ثالثة ابتدائي كده وان يعني شاء الله يعتبر المراحل السنيه الاولى يعني، المراحل 3 سنين الأساسية الاولى بالظبط. الاساسيه يعني. بس وعلى فكره، الجزء الخاص على فكره المرحله الاولى ديت او المرحله التاسيس دي اهم مرحله، ده حقيقي، اهم مرحله يعني، اهم من اي مرحله اخرى ده حقيقي، يعني. يعني من الطفل من الكيجي لحد 3 ابتدائي ده اهم حاجه. ما مش عايزين بقى تعملوا تاسيس في النحو؟ لا ده يا فندم ده تتشرفون. لا حضراتكم، حضراتكم يعني مثلا يعني برضو يعني هي فكرة في الفكره، تنمية انا المهارات قصدي ان الطفل ما هو برضه في مرحله التاسيس يعني، معلش ما مش هيقرا الكلمه دي وخلاص ما يعرفش هي ايه، صح ولا لا؟ انا قصدي مش تاسيس فقط قراءه يعني، برضه تاسيس عشان يروح رابعه ابتدائي او يروح في المراحل في المراحل الاخرى يعني، يبقى الواد مثلا يبقى كتير عندي طالع رابعه ابتدائي والله ما يعرف، مثلا ما يعرف الاسم الفعل، ما يعرفش يعني ايه اسم، ده حقيقي، ما لأن يعرفش يعني ايه فعل. احنا ليه ما نبسطش ليه بطريقه صغيره كده مبسطه الاسم يا حبيبي كذا، صح؟ يعني ايه؟ ها، كل كلمه دلت على انسان او حيوان او نبات او جماد أو او ممكن طائر او نقدمه كده، بشكل أغنية تعليمية مثلا، باغنيه، يعني هي الفكرة باغنيه كلها مثلا، التفاصيل. نوصله كده، ونوصله ان ده اسم يا حبيبي كذا كذا، وليه علامات، ايه علامات الاسم كذا وكذا وكذا، ولا ايه رايك؟ عشان ما يروح رابعه يبقى فاهم يعني. كل يبقى الكلام ده بيتم تناوله من خلال المناهج التعليمية، المناهج التعليمية بتفصل، لأن يعني ممكن تكون الصورة اللي أنا بعرضها لحضرتك يعني اقصد ان انتم ما تحطوش بس تاسيس فقط على القراءه والكتابه والمهارات اللي حضرتك، المهارات اللغه بالذات، ومن شرط اللغه العربيه عشان انا متخصص فيها، لا انا اقصد ان اللغه الانجليزيه كمان، انا ذات نفسي ضعيف جدا في اللغه فعلا الانجليزيه، فعلا المكان ضعيف بيغطي جدا. فابني اللي هو متفوق جدا، انا عندي ابن ثالثه ابتدائي لسه ما راحش ثالثه ابتدائي بياخد نحو 6 ابتدائي وجدا ومبسوط ومنسجم، يجي في اللغه الانجليزيه ليه؟ عشان ايه؟ عشان ما معلش في اللغه العربيه اتاسس صح، ان كان والدته او باباه اسسه صح في اللغه العربيه، يعرف انه ينطق الحرف ازاي، الكلمه دي يعرف ينطقها ازاي، حركات الحرف كانت حركات طويله، حركات قصيره، حركات كان السكون، ان كان شدا، ان كان تنوين، ان كان الحاجات ده كلها في اللغه الانجليزيه. بقى ليه ما يبقاش في تاسيس بقى يعني موضوع الفونكس، موضوع الصوتيات، ولا ايه راي لا حضرتك؟ طبعا، هو احنا ما زي ما ذكرت لحضرتك هو الجزء بيغطي في جميع المناهج اللي موجوده، تمام. بحيث ان كمان ان احنا نصل الى مناهج طب تساوي المناهج العالميه، تمام، ما اكاديميه يكونش ايم منفوم حضرتك يعني، انا شفت مفصول طبعا الحاجات الجميله دي، فيها اي تعاون مثلا من مع وزاره التربيه والتعليم ان شاء الله، ان شاء الله باذن قريب الله، جدا يعني؟ باذن الله يعني اصل قريبا فعلا يعني ان شاء الله. المناهج اللي حضرتك بتقوليها دي والطريقه اللي حضرتك هي بتقوليها دي، الطريقه ايوه بالظبط، الطريقه ممتازه لو طبقت حقيقه يعني، هيبقى وعايزه اوضح حاجه هنلاقي كمان، الطفل صح. ده حقيقي، عايزه اوضح حقيقي، يعني على قد ما احنا بنتكلم في حاجه كبيره، على قد ما ان توفر يعني الشركه حريصه جدا بافرادها يعني القائمين عليها ربنا يبارك فيهم، ان كل حد يكون متخصص في الجزء بتاعه، طبعا يعني عارف البازل كده مبني نجمعه
كل واحد مسؤول عن حاجة، فلما تتجمع الصورة ساعتها هتبقى كاملة. اكيد طبعا. يعني لو كل واحد مثلا، لو واحد بس هيدي، معلش يعني، هيروح يتكلم في العربي، هيروح يتكلم في الانجليش، هيروح يتكلم في العلوم، مش هينفع. لا، لا، والتفاصيل والتفاصيل بتاعة كمان، المناهج اللي والتفاصيل هي زي ما كمان. حضرتك ذكرت كده، تمام، تفضيل مشكورا، زي النحو، ايوه، زي العروض، النصوص، زي النصوص، تمام الكلام ده كله. تمام حضرتك يعني للاسف الشديد الوقت كده بيمر سريعا أنا مع سعيد حضرتك، والله يعني بالكلام مع والاوقات حضرتك. الجميله دايما بتمر سريعا سريعا كده. استاذ ساره، يعني في نهايه الحلقه كده، في يعني مثلا انا بقى نصائح سريعه كده، ماشي، كلمات كده من ذهب كده، للاول المعلم، لولي الامر، وللطفل. طيب معلم، طب نبدا بولي الامر. انا ما اصلا فاكر هو بحب ليه؟ المعلم. لا ماشي، ولي الامر ولا بس. هي ليه باب ايه؟ الواحد بيبدا بنفسه قبل ان يلقي على الاخر يعني. طيب احنا بالنسبه لولي الامر، يعني اقدر اقول ان ابنك امانه كبيره جدا من ربنا سبحانه وتعالى، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، يعني كل واحد بقدر المستطاع وبقدر امكانياته، ان هو معاه وديعه من ربنا سبحانه وتعالى يكرمها، يكرمها بقى في التعامل النفسي معاها، يكرمها في التعامل المعرفي، ان هو على قد ما يقدر يقدم ليها يعني ما يعينه على مستقبل مليء بالتكنولوجيا ومليء بوظائف مستحدثه، وظائف اخرى ستندثر، يعني بيبني لزمن اخر. بالنسبه المعلم بقى. للمعلم، من عينيا انا جيت لحضرتك خلاص اهو. بالنسبه للمعلم، انا اتمنى جدا ان المعلم يلجا الى الاماكن، وكذلك ولي الامر، يعني ولي الامر يلجا في فكره التربيه، ويلجا ازاي التعامل النفسي والتربوي الصحيح مع الطفل، وكذلك المعلم يلجا الى المراكز والاماكن والاكاديميات المختصه، بحيث ان هو يتعلم ازاي يعلم تمام، بمنتهى شيء البساطة، جميل. شيء جميل، يعني يتعلم، يطلع على مناهج، دايما يقوم بتطوير يطور من نفسه نفسه، يطور من طبعا، نفسه دائما لان يعني. انا بالنسبه لي المعلم معرفه، معرفه وكنز. المعرفه دي هتطبقها ازاي؟ عندنا في معلم يقول لحضرتك المعلومه، وفي معلم تاني يروح موري لك المعلومه وينفذها، وفي معلم تالت ياخد بايدك وينفذ معاك المعلومه، ده شيء جميل فهم طبعا. زي العلماء، فهم درجات. فيعني دايما المعلم يقوم بتطوير نفسه اول باول، وبيبذل المجهود اللي هو يقدر عليه، وكفايه ان يعني الحيتان في البحر تصلي عليه بسبب الخدمه الكبيره اللي هو بيقدمها، لان هو اللي بيطلع لنا باقي المجتمع كله. وعلى ولي الامر ان يقدم كل الاحترام والتقدير والاجلال للمعلم. ليه؟ لانه انا لو احترمته هو هيطلع انسان هو كمان تقديره لذاته يكون عالي، يطلع لي طفل وطالب تقديره لذاته يكون عالي، يروح البيت يحترم الأب والأم ويقدرهم تقدير. هي كلها عملية بتصب في بعضها، وطبعا مش هنقدر نفصل المعلم عن العملية التعليمية والمناهج نفسها، لأن هو يجب أن يستوعب التطورات اللي بتحصل في العملية التعليمية وفي المناهج، بحيث إن وخاصة هي بقى الفترة دي بالذات، والاتجاه يعني إن شاء طبعا الله في الإيميل العلاقات اللي إن صح شاء الله، كده. في العلاقات اللي جاية إن شاء الله، الموضوع اللي هو وهي فعلا التعليم الإلكتروني دي. الحمد لله الشركة برضو بتغطي المنصة التعليمية من خلال دي هيبقى في حلقات الأونلاين. بقى، إن حلقات شاء أخرى الله إن بإذن شاء الله الله تعالى. بقى إيه يعني أساتذتنا برضو يتفضلوا بطرحها بالتفصيل مع يعني حضرتك. يعني دايما المفروض المعلم يطور من نفسه، وخاصه بقى في المرحله دي بالذات، طبعا عشان اصبح من مرحله المنصه، منصه ايه، نفس اللفظ كده والله، منصه ايه، هو كل ده هيتلغي، كل ده الاتجاه كله راح للموضوع ده التعليم حقيقي، ده حقيقي. الالكتروني. وعايزه يعني لو اطلع خلاصه من كله، هو بذل الجهد ايا كان النتيجه اللي هتوصل والله ليها، ده كله عشان ايه؟ بذل الجهد عشان المستطاع. بلدنا، عشان صحيح فين، عشان اطفالنا. اصل هو اطفالنا مستقبلنا، احنا لو ما علمناش صح، لو الابن ده ما تاسسش صح، ما هو ابني وابنك صح، وبعد كده هيطلع ايه، اللي هيطلع دكتور، اللي هيطلع ضابط، اللي هيطلع ده، كل ده مصر، مصر اللي هتبقى ده متقدمه. حقيقي، ده حقيقي. والاتقان في كل مهنه من المهن هي بتصب في مهنه اخرى، يعني لا اكيد المهندس الدكتور هيحتاج للمهندس، لا، والمهندس هيحتاج، كلنا بنحتاج كلنا محتاج لبعض. لبعض. تمام. طب يعني برضو احنا نسيب بقى ابننا بقى كده، كلمه كده، كلمه لابننا في الحضانه او في مرحله التاسيس عموما، يعني لو في اطفال سامعيننا، حضرتك بقى ايه، لا يعني بلغه أي مبسطه للاطفال على بقى، بلغه حسب بقى مبسطه للاطفال كده لو بقى. مبسطة الأطفال، يعني أنا بحبكم قوي. يعني فعلا أنتوا نعمة كبيرة من ربنا سبحانه وتعالى. يعني لو احنا بس فضلنا في عالم الكبار لوحدنا، ده عالم إلى حد ما كبير جاد، وعقلانيته أكتر من عاطفته. ف أنا بحب وجودكم كأطفال،
وانتوا جمال زي ما انتوا بالظبط، وحبوا نفسكم وقدروا نفسكم واحترموا الاكبر منكم وتعلموا منه. وايه تحبي نقول ايه كمان؟ لا ده كده كلام تمام. وبقى نختم بقى بشركة ام، كلمة كده لإدارة شركة ام انا كده، والمنهج الجميل اللي مأديها ده. انا بشكر الشركة شكر بجد كبير، ان فكرة انها يعني تفكر في الكواليتي والجودة قبل فكرة الاستثمار، وان ده يعلو، دي قيم. ده حاجة ممتازة جدا، حاجة يعني كده ما لا تقدر بمال. ودي فعلا يعني دي رؤية اصحابها ليها، وحتى هي من اسمها ايه هدف، فهي يعني ليها رؤية انها تغطي على العملية التعليمية كاملة، بحيث انها تصنع فعلا انسان يستثمر للمستقبل ويعرف ان هو يثبت نفسه في زمن اخر باذن الله. حقيقة يعني احنا يعني سعيد جدا النهارده بوجود حضرتك استاذة سارة صلاح سالم، استشاري تربوي ومحاضر بالجامعة الأمريكية. حقيقة يعني احنا كان نفسي الوقت يطول والله، يعني ربنا يبارك في الكلام عن حضرتك. التأسيس ممكن اقعد 37 حلقة اتكلم فيها. ما شاء الله، نفس 37. انا سعيده جدا بالتعاون مع حضرتك في المقابله دي، وشكرا لسعه صدرك لا والله ومرونتك. ده احنا شرفتونا ودايما مشرفينا شركة ايم وكل اعضائها، كل اعضاء هيئة التدريس فيها يعني بجد، والمحاضرين والمتدربين كمان. اشكركم جدا، ويعني ان شاء الله على وعد ان شاء الله بلقاءات اخرى كثيرة ان شاء شكرا الله. لحضرتك، شكرا جدا. مشاهدينا الكرام، هكذا أسس ابنك صح مع شركة إيم، مش فقط تأسيس تعليمي، لا تربوي، مهارات، ديني، كل ما يمت بالعملية التعليمية من مناهج، من معلمين، من كل حاجة. أشكر الأستاذة الفاضلة سارة صلاح سالم، استشاري تربوي ومحاضر بالجامعة الأمريكية. شكرا جدا يا فندم. مشاهدينا الكرام، أشكركم لحسن متابعتكم، وإلى أن ألتقي بكم الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.